يشتهر الشمال السوري منذ زمن بزراعة الفستق الحلبي، حتى نسب الفستق لهذه المنطقة نظراً لكثرة زراعته والعناية به هنا. حيث تكون شجرة الفستق الحلبي صغيرة إلى متوسطة الحجم ذات جذوع متفرعة تخرج من الجذع الرئيسي. كما أنها كثيفة ومتدلية الأغصان وقد تحتاج إلى إسناد على وتد، تنمو ليتراوح ارتفاعها بين 8 إلى 9 أمتار تقريبا، وقد تعمر وتنتج على مدى عدة قرون إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك. وها قد بدأ موسم تطعيم شجر الفستق الحلبي في ريف جرابلس، حيث تعتبر أفضل أوقات التطعيم من أواخر شهر أيار إلى العاشر من حزيران. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.